المريزاتين مع أميمة عياري. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، وزلنا معكم واصلين حتى للمادي ساعتين، مادي ساعة واربعة وثلاثين دقيقة. اليوم بتجي بحضينا هي ممثلة بالأساس، كرونيكوز، منتجة برامج، كانت عندها تجارب إعلامية، قدمت عروسة وعريس داري ديكو. اليوم تجربة جديدة، برنامج هكا ثقيل شوية من نوعه، نحكي لكم على برنامج هذه آخرتها على قناة التاسعة، الكرونيكوز الناقدة مريم بالميمي. اهلا وسهلا. اهلا بيكم ميمة، الناقدة محلة سياسية عشك مفاهمة. مفضلك محل سياسي، مفضلك كل شيء نعطيه لكل مقام مقال. اكزاكتومون. اليوم ترفع تلبس بلوتو كاسكيت الناقدة ومحل سياسية؟ لا مانيش محل سياسية الغلطة، العبيد يسخيبوني أنا في البلاصة هذيك، فما برشا عبيد صارت اون كروند بوليميك من الأول كي سمعوا بيا معناتها في البرنامج كي خرجت لافيش نتاع احنا نتاع هذي آخرتها، العبيد قالوا شنو معناتها الغومبلاس ما يقصوري، شنو الغومبلاس منع شنو معناتها، شو يا أخي مريم بالميمي تفهم في القانون، تفهم في السياسة، تفهم منع شنو. لا لا أنا جو نغومبلاس بيرسون، ونحيي برشا ما يقصوري، معناتها نحب نوضح للمستمعين اللي يستمعوا فينا احنا توا، ونقول لهم اللي أنا راني بنعاود حتى حد، أنا مريم بالميمي كيما عرفتوني اول ما طلعت في التلفزه، معناتها حتى كي حكيت معناتها مع برهان وقتها على ليميسيون وكل شيء، قال لي مريم راهو حاش، قلت له انا راهو برهان، قلت له راهو انا معناتها في السياسه راني جو با معناتها كالي، فهمت؟ متشرجي يا مريم، جيت طول حسيت وتحب تجاوب بالناس اللي قاعدين نقدوا. لا لا جو خاطر انت قلتي محله سياسيه غلطه معناتها الكلمه، العباد خاطر اميمه لي جون اي بونس كو فريمون اكزاكتومون كلمه محله سياسيه او بروميي دوغري، الوغ كو تفادليك هي محله سياسيه. باش نقول لك انا شويه من التعليق اللي يمكن جات كي سمعوا مريم بن ميمي باش تكون في برنامج هذه اخرتها. مريم بن ميمي اللي تعودنا عليها في برامج لايت نوعا ما، امور جديه اضحك معنا، ما شفناهاش في برنامج ثقيل كما هذه اخرتها. المقدم برهان بسايس، على يمينك لطفي العماري، على يسارك مراد الزغيدي. اش تعمل مريم غادي؟ شنو هي الاضافه اللي باش تقدمها لنا؟ شنو هي باش تقول؟ شنو هو الاراء اللي تنجم اليوم انا تفيدني كمشاهد تونسي كي نتفرج في هذه اخرتها؟ هاك واش قلت لك انا، معناتها هذيك شكون نقول لك قبيله وميمه، قلت لك معناتها حكيت مع برهان من الاول، قال لي برهان راهو احنا ما حاشناش بيك كناقده سياسيه ولا كمحله سياسيه، قال احنا حاشنا بيك كمواطنه محبوبه، بيرسوناج بيبيك يحبوها، يحبها المجتمع التونسي ويسمعها، معناتها كلمتها مسموعه، و الانترفيان يتاثر على الناس، والانترفيان ببساطه معناتها مش لازم كل تيرم هذوكم كل ترو تكنيك وكل اللغه نتاع القانون واللغه الصعيبه وبالفصول وبالمعاشر هذيك كله البرهان تعلق على مريم بن ميمي. فهمت كيفاش؟ نعلق على مريم بن ميمي، معناتها اليوم انا اليوم جو كونستات وقلتها ديجا في التلفز معناتها دون ديز انترفيو، جو كونستات اللي اليوم الشعب كله ينجم يحكي على السياسه، السياسه ماهيش ما ولاتش حاجه معناتها كبيره برشا، اليوم كل شيء تدمو كل شيء ولا معناتها متاح اللي حتى المرأة الكبيرة الجاهلة اليوم مش قارية تنجم تحكي وتنقد في السياسة. اليوم اليوم مريم بن ميمي كي أول ما جاك الاقتراح وقالوا لك راك باش تكون موجودة في برنامج هذه آخرتها، ساعة قبل ما نتعدى للسؤال شكون اقترح عليك؟ خاطر شفتك في برنامج عبدالي شو تايم في الأول قلت رفيق بوشناق. شو أغز هو رفيق بوشناق كلمني وقتها، تحية لي دايما، نحيي برشا. حيوه برشا. دوك كلمني رفيق قال لي راهو هاو هك بالضبط او تليفون، قال لي مريم راهو جو فو لونسي ان بروغرام على ماغ شي با كوا، مي انت تو انونسي قلت لي انت تو فو بلو اتر كرونيكوز. وي قلت له وي افيكتيفون. مع مالك العوني وقت. فوالا مع مالك العوني. حيو مالك العوني زاد. حيو زاد مالك. دونك قال لي انت تو ديك تو فولي بلو اتر كرونيكوز، جو دي وي ما عادش نحب. ما عادش نحب حق لو ميتي دو كرونيكوز بالحق تجلي مخشمي، وبالحق ما عادش نحب معناتها نزيد فيه لحظه، وبالحق اللي هو معناتها لو ميتي دو كرونيكوز عملني برشا، مسني برشا، ظلني برشا في الكارير نتاعي اون طونك ممثله، فهمت؟ حرقك شويه؟ اي حرقني بيان سور كممثله بيان سور، اي واحد لا بيان سور اي واحد اي ممثل معناتها هي التلفزه من اصله تحرق، فهمت؟ اي ممثل يظهر في التلفزه هاو فما برشا مريم اليوم نقاهم دي كرونيكور ولا مقدمين برامج ويمثلوا موجودين في الاعمال الدراميه ولا في دي سيت كوم.
وين تلقاهم كيما شكون كيما كريم الغربي كيما بسام الحمراوي كيما جعفر القيسي كريم الغربي يخدم أميمة وكل شيء خاطر في بارتي دو الحوار التونسي وانا خدمت في الحوار التونسي جو سي كو الحوار التونسي سي اون ايكيب معناتها الحوار التونسي ما تجيش تاخذ ممثل كيما كريم ممثل معناتها كوميدي معناتها اوسي امبورطون كو كريم الغربي وتجي تحطو كرونيكور كهو معناتها حرام فما لطفي العبد اللي على قناة التاسعة يقدم في برنامج وهو يمثل يعمل مسرحية لطفي العبد اللي سي اون اوتر ديمونسيون فهمت سي كيك شوز دوتر معناتها مش معناتها جو كومبار ا كريم الغربي ونقول اون اوتر ديمونسيون بارابور ا كريم الغربي نو سي اوتر شوز لطفي العبد اللي لطفي العبد اللي يسب ويعمل وكل شيء وحتى حد ما يتمسش ما يتمسش لطفي العبد اللي ما يتمسش هذاك ان سالتهم البخت سالتهم الله فسالوه البخت هذه هي معناتها لطفي العبد اللي باغ كونت كريم الغربي ما تنجمش انت كريم الغربي ان توك انت معناتها برودوي كريم الغربي تخدمو كرونيكور كاو سي ان غاشي لازمك تخدمو في لي كم يضحكوا لازمك تحطوا في مسلسل ولا فيلم انت من انتاج الحوار التونسي معناتها فهمت سي ان كاشي دو سي كوم سا كي قال لك راك باش تكون كرونيكوز شنو هي الحاجه اللي خلاتك يمكن تبدل رايك بعد ما قلت راهو الكرونيكوز اليوم من هب ودب ينجم يولي كرونيكوز اي هو جاني قال لي رفيق الحق نتاع ربي قال لي راهو سافي ديفيرون قال لي راهو جو في فير ان تروك على راف ماك كيما في اي اف ام جو في برودوير لا ميم شوز في التلفزه انا نسمع معناتها انا من المستمعين راف وكل شيء معناتها يعجبني البرنامج نتاعو على الاخر خاطر فيه كل شيء اللي فاري عرض مغري معناه فوالا سا ما بلو يا اخي لقيت روحك مع برهان بسايس فوالا يا اخي عمتك قعدت كل حكايه هكا قعدت معناتها هيا وينك مريم هيا من شنو هيا باش نعملوا شنو قعدنا هكا اون نيغوسياسيون بعدين ما نكذبش عليك معناتها شفت رفيق ما فهمتش بد روحه شويه هكا معناتها من البرنامج ولا ما فهمتش جو سي با سكي سي باسي بالضبط يا اخي جاني برهان نعمل هكا بونجور قال لي برهان سي قال لي راني باش نقدموها يا مريم قال لي باش نعملوها سي خاطر هي الحكايه نتاع البرنامج هذا اللي خذتها انا تريني بوندون دو موا قبل ما اسو رياليز فهمت دونك قال لي يا نلموا بعضنا ونعملوها خفت لا انا ما خفتش من الاول خاطر انا رفيق قال لي معناتها قال لي دو كوا يساجي اما كي جيت ودخلت في وسط بحذايا لطفي العماري اما دغوات كوميم وبرهان مسايس مقدم ومراد الزغيدي لا ما الحق نتاع ربي ما يجي غير مولاد الزغيدي مولاد الزغيدي اعلامي عنده سنوات فما كورونس ما يتعداش بينك وبينه لا مش فما كورونس انا الحق نتاع ربي راه جيت على البلاتو هذاك ما نعرفوش مولاد الزغيدي راه Je ne le connais pas. Amen, Nahkilik. Andy, il y a une grosse pointure qui est à ma droite, il y a l'autre fille à Mary. Et une grosse pointure aussi en tant que présentateur, il y a au Brain Place. Femme, Martin, j'ai vu ces deux-là. Mourad Zri disait d'aller m'écrire. Marie, je m'étais rachat à l'île. Mourad m'en canal plus. Mourad, qui nous a dit d'agir au Balamé. Je dis pas le contraire. Femme, Mahad, d'accord, Zrena, on est le Hubo IG au Bratel Hez. Je suis collé clé à Marie Miazé. Alors, mon chahib qui est collé le Wahid Manach Wahid. On a un bâtiment à Bédi, on a vu une fichier, on a un autre fichier, on a fait قدامي يقول فلانة يقول له سامحني يقول لي سامحني ما نعرفكش سي با غراف جو تخوف با سا انورم فهمتش علاش العباد تتنرفز انا وعبد ما يعقلكش وما يعقلكش في الشارع ولا ما يعقلكش تدخل تشري في حاجه تقول له شنو سامحني كيفاش ما عقلتنيش انا مالي بن ميمي تي انا نفرح كي واحد ما يعقلنيش اليز تكون اكثر بيان سور باهي كي لقيت روحك بحذا لطفي العميري وبرين بسايس ومراد الزغيدي قلت انا شنو باش نعمل في وسطهم كيفاش باش نكون ظاهره قلت عملت كي شفت الحكايه معناتها وليت ياس السياسه وليت جيت انا قلت مزموني شنو هي الحكايه نتاعي معناتها انا هوني معناتها جو دوا هو يجي نقول لك حاجه جي با اي دو بروبليم الحلقه الاولى راه بون انت في الحلقه الاولى عملت بوم اكسبري الحكايه هذيك لا سيتي با اكسبري قلت لازمني خلي الحلقه هذيا ماركي وتدور على السوشيال ميديا لا سوق دعاره ما عنديش غزلي انا ما عنديش راهو ما عنديش جمله كل الحكايه نتاع لازمني نعمل بوز ولازمني كي نظهر لازمني نعمل حاجه باش يحكيوا عليه العباد نو جو مون فو انا فما برشا مرات طلعت وتعدى الباساج نتاعي حلو برشا وحبوا برشا عباد سون بور اوتون جو فاس ان بوز فهمت كيفاش؟ اما تلقاني نعمل ديما beaucoup de partage et toi tu le sais وانت عالميه وصحفيه تبارك الله عليك وتعرف وعملت برشا بارتاج ونمبر دو في محترم وسيركوليت في الباجيت الكل سوق دعاره الانستغرام ما غششش برشا دي انستغرامور يمكن نجموا نصنفوهم محترمين من كلام مريم بن ميمي على ليه عاد المجرب تحكوا جنب وانت كتعرف روحك محترم تو فما برشا عباد يجي يقول لك فنانه هذيك سافا با réputation نتاعها سافا با تيرزك الفنانه هذيك تيرزك الممثله هذيك انا ما عرفت نتمثل ان توك ممثله ما نتمثلش انا وليت توجع مريم انا نعرف روحي سكو جو فو ميمه وليت توجع كيفاش
تلكع انا كلمتك هكا قاسية شوية. بدلت استراتيجي، كنت كدوس مريم بن ميمي تعطي رايا تاخو بخاطر هذا وباخ بخاطر هذايا، توليت بدلت. Akaha, on change aussi avec l'âge, avec l'expérience, avec le vécu, avec beaucoup de choses. On change. Asmani, le monde a changé. Tous le mojtama a kollu tbad l'arbet tbad le nsei maraj qui m'a nsei bekri le jeu maraj qui m'a le jeu bekri ma bad jahajet tbad le bad jahmati tbad le kothut le khianet kothut l'hypocrisie le mojtama kothut le salqa kothut le nahb kothut le kothut kothut le nahb le bad. Maintenant, imagine si tu vas stagner, maintenant tu retournes du blast kalik où le monde évolue. Alors en bien ou en mauvais, il évolue quand même. Le monde est en train d'avancer et est en train d'évoluer. Ouais, tu t'as toujours aussi douce, aussi gentille, aussi réceptive ou on va te bouffer, surtout dans un domaine comme le nôtre. Donc, gros merci pour le programme Omour Jeddaya, le programme Jeddak Maana et les programmes que vous avez présentés dans le حوار ou la 9, c'est eux qui ont fait aujourd'hui Marim Ben Memi تكون طليقة اللسان أكثر، تقول رأيها من غير ما تخاف ومن غير ما توخر التالي. قولوا له merci. يعني برامج اللايت هذوما هما اللي خليوك اليوم موجوده في برنامج هذه اخرتها برنامج لازم كهو معناتها مش برنامج اللايت. خليش نقول لك حاجه، لو انت تقول برامج لايت راه موجودي اول ما طلع ما كانش لايت. موجودي كان يقدمونه في الوطني اللي هو كان يعمل فيه ان ترافاي جورناليستيك كبير برشا في موجودي، فهمت؟ وفريق العديد نتاعو كان كان كانوا يخدموا خدمه حلوه برشا، معناتها ترافاي ان غران ترافاي جورناليستيك كي في ديغيغ معناتها في موجودي. كنا اون تريتي معناتها لي زاكتواليتي دو بيي، اون تريتي دي سوجي هيبر امبورتون. كانوا العباد يتبعوا فينا شيء كبير، عباد باهين وعباد عباد معناتها قارين. ونجحتوا ونجحتوا عملتوا نسب مشاهده عاليه. من بعد دوماج معناتها التوا يقعد لي انا ان غران بوان ديتيروغاسيون. ما نعرفش كيفاش التلفزه لا فيغي، ما نعرفش كيفاش كل شيء تقلبت الماشيه، ما فهمتش كيفاش. شنو معناها؟ اليوم ما فهمتش كيفاش كيسكي سي باسي. مشي ميا هذيك هي ليسونسيال يفهموها. شنو معناها تقلبت مريم؟ معناها تقلبت ما فهمتش كيفاش. اومايم اون ايتي بيان اون بريزونتي كيك شوز دو بيان اي دان سول كو توت ا شانجي. كنتو يمكن فريق واحد يد واحدة تحبوا بعضكم الكل. كان جيت عندي اون ريبونس على سيت كيسيون راني والله راني عطيتلك وراني وضحت برشا اسئلة يجوني من الشعب التونسي. معناتها علاش انا خرجت من ام الجدي، علاش خرجت من برنامج ام الجدي، علاش خرجت من برامج الاخرين. معناتها قعدت لك الحسرة كي قلت ما سبق عد ام الجدي وقعدنا كيما قبل انا خرجت بحسرة كبيرة برشا من الحوار التونسي. خرجت بحسرة كبيرة برشا ومرضت برشا. علاش؟ على خاطر معناتها عرفت برشا، معناتها عرفت برشا حاجات حلوه في الحوار التونسي، فهمت؟ وكل حاجه عملناها في الحوار التونسي عملناها كوم سي سيتي ان بيبي اللي نعوشناه وخرجناه للجمهور، معناتها بور كي فوا لو جور. معناتها كل حاجه تخدمت برشا حب. دونك فما حاجه كبيره صارت خليتك تو اباندون؟ مش حاجه كبيره صارت. تعرف انت كي نشوف حاجه معناتها كي انت تبدا تحب ياسر الحاجه. معناتها انا كنت ياسر نحب القناه واليوم نحبها قناه حوار تونسي ونشجعها اليوم. معناتها كي تقول معناتها كي تشوف برشا غلات ويكثروا بعضهم الغلات وتشوف العباد اللي كانوا يجير سوبر بيان ولا شويه مغلوب على امرهم وفدوا وقلقوا من المشاكل وقلقوا من المشاكل اللي هابط عليهم كي شتا. كي تشوفهم معناتها يحبوا يوخروا شويه هكا ويخليوا شويه ما يتسايب على البطيخ تو مال. معناتها تولي تقول خليني نبعث خير ملي نشوف هذايا. كيفاش يقولوا ما نغزرش بعيني كيك قلبي ما يوجعنيش وانا نرتاح. باهي مازلنا مكملين معاك مريم بن ميمي، نخرجوا فصل صغير وراجعين في ستار تايم.